الخير. أنا صباح النور. أهلا وسهلا. لاباس عليك. شكرا بزاف على التحية. مرحبا لالا مرحبا. جات بالصدفة أن ثلاثة السيدات اللي دازوا معنا هذا الصباح ما اسميتهم مريم. مريم لاباس عليك كي دايرة؟ لاباس الحمد لله. كي دايرة نشوفوا في قنيطرة؟ مشمش مزيان. الحمد لله بالصحة والراحة الله يرحمنا بشوية الشتاء. قولي مريم شغات تقترحي علينا؟ عندي مريم قلتي اليوم عيد ميلاد بنتك ياك؟ اليوم عيد ميلاد بنتي زينب. لله نتمنى لها سنة سعيدة إن شاء الله والله يخليها لك ويجعلها تبقى بيدك إن شاء الله بإذن الله. ربي يخليك وأنت كذلك باش ما تنسي وتحية لولدي زيد راه هو تسمع لي دابا. إيوا لالا تحية ليه وتحية لكل الناس اللي كيحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم. ربي يخليك. مريم شنو غتعطينا؟ أنا أعطيكم واحد الكيك وغيتقدم بطرق مختلفة بالكريمات. نعم تفضلي. أنا أعطيك لاباز ديال الكيك. فيه جوج بيضات. جوج ديال البيضات. سبعة ديال المعالق كبار ديال السنيدة. نعم. زيدي تفضلي. سبعة ديال المعالق كبار من الزيت. سبعة ديال المعالق كبار من الحليب. سبعة ديال المعالق كبار من الدقيق. ديال الدقيق نعم. جوج خميرات. جوج خميرة نعم. صافي. هادو هي لاباز ديال العجينه اللي عندنا. هذا مول صغير ديال اللي كيهز جوج بيضات. الا بغيتي تدوبلي المقادير فيمكن لك ديري اربعه ديال البيضات وتدوبلي المقادير. الخميره كديري ثلاثه ماشي اربعه. نعم. جوج بالنسبه لاباز العجينه ديال هذا الكيك هذا اللي ممكن نقدموه بطرق مختلفه بكريمات مختلفه. فيه جوج البيضات. سبعه المعالق كبار سنيده. سبعه المعالق كبار ديال الزيت. سبعه المعالق كبار ديال الحليب. وسبعه المعالق كبار ديال الطحين. جوج خمسه ديال الخميره. ممكن نضاعفوا المقادير الا بغينا ولكن تعاود ما نديروا اربعه ديال الخميره نديروا غير ثلاثه كيكونوا كافيين. كتكون مزيانه. نعم تفضلي. ناخذوا كنصايبوا كيك عادي مخلط كنديروا كل شيء. نعم. الا الطحين اللي تالاخر كنديروه هو بالخميره وكنصبوه في المول وكندخلوه للفران. نعم. الخميره والدقيق هما الاخرين والشيء الاخر كيتخدم مزيان في الخلاط ولا بالضرب الكهربائيات. اييه. تفضلي. ها هو طابنا الكيك وجد وحطيناه. كنقسموه على جوج من النص. جوج كيوليو عندنا جوج ديال الدوائر. نعم. بالعرض ديالو بالعلو ديالو كيتقسم على جوج. وباش ديك الساعات كنديروا له اي كريمه بغينا. يمكننا نديروا غير الفلون. فلون عادي كنطيبوه بطريقة عادية. نعم. شاشي في السيترو ديال الحليب. نعم. وكنصبوه فوق الطبقة الأولى. نعم. كندخلوه للثلاجة حتى كيبرد ويشد راسو مزيان. وكنعاودو نخرجوه ونديرو الغطاء الثاني ديال لاطارت. نعم. وكنصبو عليه عاوتاني السيترو آخر ديال الفلون بأن شاشي. وندخلو للثلاجة يجمد مزيان. يعني ممكن نديرو بيناتهم مثلا حتى يمكن تنص المقادير اللي ما بغاش العلو بزاف ديال الفلون اللي يدير جوج ديال الفلون فلون واحد يقسمو عليهم بجوج. باش كي باش كيغطيها كيجي بحال مغطية كلها. يعني تجنب ديالها تجنب تيتغطى. بحال كريم فوقها. داكشي علاش. يعني خصنا نديرو شي صحن يكون غارق. باش نحطوها. ديال الزاج. كيكون نيت هذاك اللي طابت فيه تيكون مدور ديال الزاج الا كاين هذاك تيجيني في او ميم طون كنديكوريو فيه. نعم. ونديرو حتى زوين يتحط في الطبله مزيان. فوالا. اييه. نعم. ملي تنخرجوه من الثلاجه تيكون برد مزيان الفلون مغطي كله تيمكن لينا نزينوه باي حاجه بغينا. مثلا بالفواكه الجافه ولا الفواكه اللي طريه راه يتزين. فوالا. نعم. هذه الطاقة الأولى. الثانية عندنا فيها كريم دو سيترون. كريمة الحامض ولا عندنا فيها نص لتر ديال الحليب. نص لتر ديال الحليب. جوج بيضات. جوج ديال البيضات. 220 غرام ديال الدقيق. 220 غرام ديال الدقيق. واحد فاني ساشي فاني. فاني. وقبيصة ديال الملحة. قبصة ديال الملح. معلقة كبيرة ديال الزبدة. معلقة كبيرة ديال الزبدة. صافي. هذه الكريمة الثانية بلاتي الله يجازيك بخير مريم. فيها نص لتر ديال الحليب، جوج ديال البيضات، 220 غرام ديال الدقيق،
واحد الخنيشه واحد هاد لافاني قبصه ديال الخنيشه. سمحيني هذه ديال الكريب. انا نعطيك الكريمه خليها حنا خدينا الوصفه نكملوها وصافي. هذا كريب بالحامض بالنكهه بالحامض. غنكمل منين يمكن لينا نديروا فيه هاد لي كريم. نعم الكريب بالحامض غنكملوا المقادير. نص لتر اللي بجوج البيضات 220 غرام ديال الدقيق واحد الخنيشه ديال الفاني قبصه الملحه ومعلقه كبيره ديال الزبده. هادو كريب خديناهم غير جو صدفه. اللي كيطيبوهم في الكريب بغداد فهما كنديروهم باردين كيتقدموا كومان ديسير هكا باردين. نعم بهاد لي ميم لي كريم اللي كنعطي دابا بنفس الطريقه. نعم. كيداروا طبقات. نعم يعني الثلاجه كيتزينوا كيجيو زعما هائلين ديسير. نعم مريم ناخذوا كريم اخرى بسرعه لقاش الوقت زحمة. الله يحفظك. جوج بيضات 130 غرام سنيده. جوج ديال البيضات 130 غرام سنيده. 130 غرام ديال السنيده. 50 غرام ديال الزبده. 50 غرام ديال الزبده. زيت ديال جوج حامضات مع العصير ديالهم. القشره ديال جوج ديال الحامضات مع العصير ديالهم. نعم كنديروا الكل فوق نار مهيله. واحد سباتيل كنبقاو نحركوه بحال كريم باتيسي حتى كتعقد. نعم وبنفس الطريقه اللي درنا الفلو. يعني كنحطوا الجزء الاول فوق الطرف الاول ديال الكيك الدواره الاولى نخليوها تبرد في الثلاجه شويه ونحطوها ونغطيوها بالطرف الثاني ديال الكيك ونخوف فوق منها ما تبقى من هذا الكريم. الكريم هذه ديال الكريم دو سيترون كتزين بغبرات ديال الاناناس وسطهم واحد الفخيزه وتديكوراو بوريقه النعناع حيت الاناناس المحموده ديالو كتتواتى مع لو سيترون. تبارك الله عليك. نعاود غير هاد المقادير ديال الكريمه ديال الحامض. فيها جوج البيضات 130 غرام سنيده 50 غرام زبده وقشره جوج حامضات مع العصير ديالها. كنحركوها على عافيه مهيله ملعقه خشبيه حتى تتعقد تترجع لنا بحال كريم باتيسيير. وتزين النهائي ديالها منين كنخويوها فوق الكيك على الطبقه الاولى والثانيه ممكن نضيفوا لها الاناناس في ديك الفراغه ديال الدواره ديال الاناناس نحطوا فريزه وطريف النعناع وتزين النهائي. مريم كان بودنا اننا ناخذوا مزيد من الكريمات لهذه الكيكه ولكن الوقت كيزحمنا. شكرا مره اخرى ان شاء الله. اكيد مره اخرى ان شاء الله باذن الله. لا اسهل ربي. الله يسلم.